القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وجد درس رقم 429 من دروس التفسير والآيات التي سنشرحها اليوم إن شاء الله هي من الآية 28 إلى غاية الآية 35 من سورة الأحزاب. سيقول الله يثيث مثلا الدرس رقم 429 أدن في السلسلة الله 28 ألماذ الله 35 من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الحديث عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يثمثن ربي فغادي فقن شرف نساء النبي اسمي سنت أمهات المؤمنين ونثنتي من آل البيت سعنت الشرف علين سعنت المقام علين أمهات المؤمنين مردين ولاقي أنا كديني ستاتيو سبيسيال يعني مركز اجتماعي ديني اجتماعي خاص المركز هذا سنتيف كان ربي سبحانه عز وجل وذنتي تسكن المقامات يتسكن المنازل أكني كيفغا أكني كيفغا ماشي أكني فغاني مذانا العبد ذي حبر ولكن ربي أذي ضبر ذي المدينة المنورة اسمي ولد يعني توسعه في الرزق في النفقه على النساء الانصار وكذا ولد تلاوين اكني فوين لا امهات المؤمنين سلقدر نسنت علي ولكن تلاوين الانسان انسان مهما كان يعني لا تعارض بين الانسانيه وعلو المقام وشرف المقام لا تعارض تلاوين وفي نفس الوقت سعنت المقام علي يا سيدي ربي ولغ المؤمنين مرة مدنغ بلا تعارض شو المعنى يس ثمطف تفغى توسع ذي الرزق تفغى تبدل حياتي تفغى أدنفك كان أمذية أمذية يعني اكزومبل مثال ثمطوس يتسيدير دي ثدارث على حسب تعرفي أكني يتعيش انت ثلاوين تعيش عادي القضى انت زمور القضى زمور السثور انت ثاقن دور ثق سقواس ثاقن دور ثق سقواس أكني ثل الحياة يزمى دوحر ثمذينت لا أكني تفرنكسي الباطي ماسي ثمذينت تضروح لصادرار هذا الشرو غا زمور هذا القضاء زمور هذا في غيماني وذي رجاونا ذي سبيطر وزارة دغلين ثلاوين ذي الشتوى
وقت الشتاء ويا ما نساء بزاف اللي سقطوا من أشجار الزيتون. والمشكلة أشجار الزيتون في الجبل كي تطيح هاو ماشي هذاك السقوط، لا كي تتقلب مع الحدورة تمشي واحد 200 متر وهي تتقلب يعني. وطبعا هذا الأمر قد وقع وقد وقع مرارا. تقول لك أنا من المدينة ما نطيب كما راهم يطيبوا في الدشرة، روح البولونجي روح دغدغرم خاطري ثلا وندي ثدال في زماكتين ذي العيد امشي رزني فاسنيم رزني فاسنيم والسبايضة غرام في كل وكاد السوثر كان ماشينا لافي ديجا استني الناس استني شو كميونك هذي العيد. وإن كانت ترى الأمور تغيرت هذو غا شوية شوية كي لقى روبو كل شيء سروبو يمكن لقد حد رغيف تسنيو كل شيء سروبو كل شيء إلكتروني كل شيء وما زال غرزدف أحليل ويزران أحليل ورنزري صافي زمت تبدل طبيعة بومذان أتبدل طبيعة بومذان أما ذرقزة ما صمتوث باش نصر كزر كان فلاوين أما ذرقزة ما صمتوث. لذلك ثبت في الشريعة أن الأعراف معتبرة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروع شرعا، العادة محكمة. ومما أصله علماؤنا هذه المسألة بعمق الإمام تاجر وسلطان العلماء العز بن عبد السلام والأئمة غيرهم وغير ابن القيم الجوزية في كتابه المعروف القيم إعلام الموقعين خاصة في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة منه دار فصل باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد العادات. يعني إذن الأمر واضح وضوح الشمس باش نظر بي تعرفيث تعرفيث الساعة ما زال في لوي النبي صلى الله عليه وسلم في لوي أولادني ثنتي سوثرنت التوسيعة ثم قران ذي الأرزاق ذي كذا معليش الأصل المطلب مشروع ولكن وقيد الرسول وقيد القدوة وإلى قرغ ذميل بنادم الأمور المادية أكثر تعاشمت في بيت النبوة أنت عاشمت أمهات المؤمنين أكد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة في المدينة المنورة إذن السويل ورب سبحانه ينزد آية التخيير تقسمها آية التخيير مع انتهى إنيسنت إني سربين في قل لي أزواجك فرماث فغمثة تدفعمث الدوني في الحياة إلى آخره. ولما يفرق كنت في صلى الله عليه وسلم ذي الحقيس هذا إند فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة ما إلا فغمث هذا التخيير وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة ما تختارمث ربي ذنفي ذلا خرث ماشي المعنى يسوي اختار وكذا كذا قيمي الله. ليس المراد أن الذي يختار الله ورسوله والدار الآخرة معناه يضيع الدنيا أبدا. الشريعة تريد إقامة الميزان الميزان ربي إناد في آية أخرى إناد وابتغ فيما أتاك الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا خدم الميزان. ولكن حذرك يروح الميزان حذرك يروح الميزان ثقي سي الجهة النظام أدنى وكان مثال واقعي أمذية أذي لي ونديون ذم سوق انت الدرس واحد منكم أمين قرية هو عنده واجبات أكثر من غيره إساءة كمث أذي عواز أذي السواق أذي جبلك أذي جل شواليس على جال ذم سواق ذلمين انت الدارث إساءة ستاتو إساءة مركز اجتماعي معين إساءة واجبات
وإلا قرا ثمطوثيس أتيلي سمحتي هذا ستيني ميكر صباح ستيني إيه الخميس ورثا سي زمير الجامعة تفاسام الزير تيري هذا ستيني وهو الوايض أويني فغان لوقام أذي زوير سقات وخام يعني الشيني قيم كان داقي حانون زانون دوير كان داقي دقخام سينا كميه ذو ربي إنك سيغان ستاتي سيغ شغل وايض مثلا تقدستيني أشيمي أشوغر ثم طوثل الفلاني أرجازيس زرما شاديني أثني إلا كان دين أثني كذا أثني كذا تسجيل سب الخلاف تسجيل سب الخلاف ما إلا تفهميث مسفهاما الخير أرباح أرجاز تارجا ثم طوث تامذا ثم طوث حرزم ثيف ثيوغان خرزم ولا مثلنا عثافيد شوية معليش نفادي مغار نغزيك ديني الزران أخدم من الخير ذي ثمتين أضو احنا صالح نير الغاشي ينوغني مخلفا أسكامل نغبالك يومين ثلاث أيام ميفران أثني داوي ناس نخدم من سكسو أسينا ثم غارت هكيد سكسو وقاثني ينوغن مصالحا أستيني يا عجبا أمك تجيضا ولاشيك تجيضا خاميك تجيضا راويك تجيضا عقاليك تروح ضاس تخدم ضل مصالحة ذيني قنوغان أسمي مصالحا أدر نوض ثاعكم ثاس الخدمة سكسو هذا غاثر ويت بروي نمس فهاما ثمتو ثاقي تفهم لو ستاتيو بورغازيس تفهميت مليح ذي المحالة مخالفا أستنى يرقزور تساقوال أقلي إذيك أستخدم فوذ لأن المرأة الزوجة إذا أرادت أن تدمر زوجها تدمره بكلمة واحدة ولو قال فيه الناس كثيرا الخير الكثير لو كان دسنكم الدم أسنش درجز العالي ما شاء الله كذا كذا أدسن ساتسيون بول أتدي تروي أترز والعكس إما إلا بلك ذي فراي سعى ثيلو فاي سعى الهموم يفد خميسي قرز ثم طثر سينور تساقوال الزوجة التي تقول لزوجها لا تخف نستحضر موقف أمنا خديجة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قائلا زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي ذا شو استنى مدين زنفس الوحي ترك في التولى واستنى رذ براق الروح أشوك يبين ساذرار شو واش داك الجبل وحدك وراك روح للرجال أنا واش دخلني هذا أنا امرأة انكسمتو روح سير قزن روح سير دوكالي واستنى ركا ثنى يسكلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر يعني فذكرت جملة من خصاله لتقويه باللي ربي ما يخليكش لا تخف في استقرار تسجد ربي ذي ذغس مكتفيد سخر الخصلة في ساعة النبي صلى الله عليه وسلم باش استني ربي وكي تسجاري جري فردان والحديث قياس من بعد أكن ملات نساء الأمة أمهات المؤمنين عائشة حفصة ميمونة زينب أم حبيبة أم سلمة كلهم خيروا الله ورسوله والدار الآخرة الحمد لله ولكن شوفوا وضوح القرآن كل شيء واضح لا ترونسبارونس توتال شفافية كاملة مقدر حتى واحد هذا الآية من القرآن الكريم هكذا أنزلت وستبقى محفوظة كما حفظ غيرها إلى أن تقوم الساعة
رغم أن الآية دخلت في بيت النبوة، تكشم الآية تكشم داخل ومازال نسمعه، ولكن أمهات المؤمنين اختارت ربي ذنفي ذا الآخر زين أين لاقن بالرزق أثن سعنتس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إذن ما هوش يعني هو القدوة العليا لا بروميير ريفيرونس هو، ولكن ليكسي هذاك هو الزيادات هذه كيتضر، وهذا الأمر الذي يحدث مشكلات بين الناس بين الأزواج. ليكسي يا عجب المرأة كتقول زوجها دبر راسك تعلق روح سرق البنكة وراه رايح يولي مسكين يروح يكري دراهم بلي زانتيري بالريبة وبعدين يدفع لي الشيك سون بروفيزيون يروح في البينال يدخل الحبس. عليها المرأة علاه عليها كولي كسرة وشوية زيت ولا بصلة ولا حمدي ربي سترة سترة ولا شمس وسرى. إذا كان عنده كان بخيل الشريعة تقول له لا لازم تنفق لازم تنفق، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وعاشرهن بالمعروف الآية 19 من سورة النساء بالمعروف، والآية 21 من سورة النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الآية 21 من سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو بعد إذا كان تراضوا بسم الله ما شاء الله حتى هذا المرأة كي يرضى عليها زوجها يسعدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، زوجك جنتك أو نارك، يعني الشريعة ضابطة لحركة الإنسان في الحياة، ضابطة للأسر من أجل تحقيق الاستقرار الأسري لتمكين الأسرة من تحقيق مقاصدها المختلفة التربوية الاجتماعية العلمية الحضارية الاقتصادية وغيرها. ثوشلت ما إلا تقرز ثهنا تسيدير ذي ثلويث بسم الله ما شاء الله الشرع عن سيدي ربي أكا إجفغان أتسلي أثوشلت في لو النبي صلى الله عليه وسلم كملت اختارنت الله ورسوله والدار الآخرة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة تكي أي سوء أي فعل قبيح ولو سوء العشرة أو أي شيء يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين، خطر لعلو المقام لعلو الشرف. ما إذا تخدمت يعني الغلطات ذنفنت أثنت عاد سوى ربي مرتين خطر تعيش انتك وذن في صلى الله عليه وسلم يعني ربي يرفض الشنس انت. وكان ذلك على الله يسيرا ماشي ديني وارنا بسيدي ربي. من بعد شو دينا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. متسنا المطيع لله المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تذبع برضا ربي ذن في لهنا وثلويت وتخدم الصلاح تخدم الصلاح أسيفك ربي ذا غلاجر مرتين، وهذا الميزان الرباني العادل ربي سبحانه عادل ويرنا يوعدث انت ربي الرزق الحسن الرزق الكريم في الجنة الدنيا ثقي ماثلها الخير أربح ما إلا تشور ذكورا المهم ونخسر الأخرف خطر الأخرف ذخم القرار ممكن منا اللي خسر الدنيا تاعو منا اللي حاضرين واللي سامعين واللي ماشي واللي غايبين كاين اللي الدنيا تاعو يا لطيف المشاكل والأمراض والهموم. نقول من بعد يا أخي قصيرة الحياة قصيرة ولو طالت لازم واحد يخمم تفكير رياضي بلي ماتيماتيك هاو تعيش غير شوية برك 70-80 سنة ميزيرية، ولكن لا في إترنال الحياة الأبدية تبدأ بعد الوفاة. ما تخسرش الأخيرة نتاعك، الذكي هو اللي ما يخسرش الأخيرة نتاعه ولا ما يخسر دنيته لأنه قد دنيته سن لأن محمد رسول الله. يرنا كي يكون عندهم مشاكل والهموم والأمراض أو كي صبروا أو زيادة في الأجر ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب معناه رابح يتألم صحيح
ولكن سيتمتع إن شاء الله تعالى في دار القرار، وحياة الخلود هناك في الدار الآخرة، أما الدنيا فهي زائلة. أم بعد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يفقرس الدار ربي سبحانه، هذا خطاب رباني مباشرة للنساء النبي. إن اسم الله سلمت المتقين استقوذ من ربي فبعد سبير ربي، فلا تخضع على بالقول إلى أولكم ثقيت صرف قاد تصرف قاد الحداقة. وطبعا الخطاب موجه للنساء النبي ولكن الجميع النساء، ثيني فغان فصرة فغان حسن الأخلاق. الله والله العظيم الله يرحم ذلك المثل القبائل القديم، جمال الرجل في رجولته وجمال المرأة في حيائها، شبح برجاز سر رجزا شبح تمطف ذلحيا، كل هذه المعاني راهي موجودة في هذه الآيات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المشكلة على جلدنا في قلب في قلوبهم مرض، لو كان ما كاينش هؤلاء عادي، ولكن كاين لقي قرن قبايل الزربي وحديق. اه سيدي مسلاينا يا اخي نغاوند ما ينتقدوا قبايلي نسوس من لي فيلوزوف نهدا ولي قطاس يونيك حمل غسل غوالي ناس دعي وذا ما ينتقدوا قبايلي نسوس من لي فيلوزوف. شو المعنى يس؟ معيس قبايلي ضربات دونيث يجرب يتمحن يسعى الميزان قد ينتقول وزيل يسعى المعنى من قران الزرفي وحديق تيقاد هكي مرة يقصده تضرب سبحانه ذي اللايات. وقلنا قولا معروفا، يعني كل ما الإنسان يخرج من المعروف المألوف كل ما يكون الشذوذ كل ما يكون المفاسد والمضار التي لا نحصيها عددا. وقرنا في بيوتكم معنى القرار في البيت، هذا هو الأصل. أرجز ترجع ثمتوس ثمذا، ولكن باش تفطمتوس لحاجة ما إلا ثلاثة خدام في الخدمة سلاقا وكلا ولاش ليك سكور باش نفهم الآية هاكي بلي ثمتوس تقيم الترمية المنقوخان. لا لا المشكلة وكذا الفهامة يا أخي قرزي في كيد الفاهم ولا موري غري والا ما إلا نوغات نوغيت دكوالاغ نتشافي غريت دكوالاغ أغير روح الميزان لأنه قد استخدامنا ولا ربي باش الظلم نوية إيه أتفرن ذفير بول ربي بول ننفي عشان يضرب ربي ديان إدينان يا ولدك يا هذا ربي ربي عادي لك خدمنا لك الدنيا ثقيل ميزانك خمدي الدنيا ذشيني مقاوج الراي الرايش في الغيظة أثي درد الشرع الرايك اللي قيم كان در رايك ما تشي في الشرع. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نعم فصرا ولكن القبائل النغ هضرنا مقارن فصرا فصرا تسجد معنى يس. وأقيمنا الصلاة تظليث أما السعد فمتو تظل وآتينا الزكاة ثينو ميكسان شروط الزكاة الزكاة عشر وأطعنا الله ورسوله خطر ثمتوث مضوع ربي الضوع نفي أصدوع وياض أصدوع رجزي سمغاري سمغارتيس إما إلا المرأة اللي ما تطيع لا ربي لا نبي ما تستعرف لا بيك أنت ممكن تكلخ لك تقولك أنت يا زوجي نطيعك أما بابك يماك وزريعة نتاعك ولو تكلخك وقيلة كلخ أكمي هذو ربي أكمي هذو ربي أشو المحنة يجي أشو المحنة يجي يغلق الموسي ضرا إلا عند ثمتو ثيس لي ثاتف كل كاس بوامان إثم غار ثيس أستسف عوال أستنا ثم غار بوي غامد الكاس بوامان ساغ لاجر وري وجي فالا في اللي أذقد شغف اللام أرقازي وأنعم ماذا كمين يلا بسم الله ما شاء الله سقيد الحلقة أي السيلة ذاك سوم ذا شكير ذا سنان ما يروح على الميزان ثروي البروي. إذن يا نساء الله يحفظكم، هو ربي سبحانه يقول وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة الله يفغذي الززدي
آل البيت من كل الرجس، من كل دنس، من كل شيء، والهوارة هذا الشرف ما بعده شرف. ولنا عودة إلى آل البيت نتحدث عنهم بالتفصيل في آية قادمة إن شاء الله وقدر. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا ربي رشدي ثنت باش خطر القرآن ثنت النبي صلى الله عليه وسلم كخان يسنت أسلمت القرآن يتلى من فمه صلى الله عليه وسلم. يعني يسعدكم أتسلم ثيوة ولا ربي غير النبي إقلن درقزنكم. إن الله كان لطيفا خبيرا، لطف الله عز وجل يحيطه وهو خبير لا تخفى عليه خافية. آخر آية، الآية 35، آية عامة جامعة. إن المسلمين والمسلمات، لكن بعد ربي ختم الآيات يهضرت فيه نسلم لك تنسلمين أكن ملا إرقز ثلاوين ذكروا الإناث المهمة سون الصفايين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أماذ المؤمنين أماذ المؤمنات سلاوين أغير القزن، والقانتين والقانتات وقالت تضع عن ربي ذن فيه أماذ القزن أماذ سلاوين، والصادقين والصادقات وقال يهضر في ذات في ذات لكن سينا ومذياز أرقز ما تخص تي ذات ولي ذس يخدم لمين. يلا في ذات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. خطر ما الارجاز الصابر ثم تثم تشيد الصابرة أترويث بروي إما ثم تثني صفر أرجاز ولي صبرارة ذا غادي يروح الميزان صافي لقديننا صفرناك. أما ذا الارجاز ما ثم تثم ما مزي ما مقارة ما يثدر ثم تقذر ما يوكوك كلنا ديلا هذه الصفر والصابرين والصابرات بعدين ذو الخاشعين والخاشعات للخاضعين لله سبحانه وتعالى المتذللين لله المخبتين. وكذلك تخصر الخاشع الخاشعات وكذلك معنى الخشوع في الصلاة والخشوع روح الصلاة لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمتصدقين والمتصدقات ما تشثم طثكا أرقزكا لا لا أتصدقنا بشي مسفهما مولا شميد يفغ الزيت ما يفكريت لنزيت أستيني ورقاز أم هكا ذنك دي القضنا زمور ذلع ثافيو أستيقات فكض الزيت الشيني أكميه ذو ربي ظلاجر حذيري ما عندش هذه الميزان إلا قلت تتحمل الصدقة وانت هذا غادي يحمل الصدقة. وذاك يقصد أما الزكاة المفروضة خطر إنما الصدقة الفقراء المقصود بها الزكوات أو الصدقات المطلقة الأخرى يعني الصدقة النظام. أشو دينا ربي بعد والصائمين والصائمات هذا يا رمضان مرحبا يسلع سلامس وقالي تصوزمن في قالي تصوزمن والحافظين فروجهم والحافظات وقالي حرز الحرمان سن ذني فلسن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خطر ربي في آية أخرى يناد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما ذي القزة مسلوين وقذي ثيان ربي سبحانه أطس ذا النتيجة البشرى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقذي مارا ومسلام ربي إواذثا سلعفو سلمغفرة سل أجر العظيم وميل العظيم يناد الأجر العظيم. إذن الأجر العظيم أغجال ربي السيسن جاون ثلويث أرثي من الليث سلام ربي في الله.